المغاربه كيحبوا فاتي دوكا حتى انا كنحماق عليهم. نعم، شنو يعني التجاوب ديالك وهذه الشهره اللي اليوم كتعيشيها فاتي؟ ما كاينه شهره خويا، لا والو، ما كاينش في الحساب. ما ماشي ما كانتش في الحساب، ما كاينش اصلا الشهره باش تكون في الحساب. اش من شهره، ما كاين والو، بالعكس حنا الا هما حبوني 100% انا راه مليار 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 في المليار، راه شي حاجه بزاف. وكنحماق عليهم وكنحترمهم، و الله يبدل هاد الساعة بشي ساعة زوينة، وديما المغاربة تتفوق الراس، والله ينصر سيدنا. شفتي الضجة اللي نالت على قبل حكا راه فاتي اعتقلوا الدرك الملكي حكا فاتي، وهي كانت هاد السؤال ديجا تطرح عليا وجاوبت عليه، لا ما كاين حتى شي حاجة. تحية للدرك الملكي، وحنايا السلطات بجميع انواعها تتفوق الراس، ما كاين حتى شي حاجة من داك الشيء. شنو تقولي للمغاربة بعد المناسبة ديال مهرجان وليد؟ تحية الناس مكناس، وتحية لكاع الناس اللي سهروا باش يوجدوا لهاد الناس هاد الشيء هذا، وتحية للناس كاملين، و كنوجه لكم كامل الاحترام. فاتي اليوم قدرت انها تعطي الاسم ديال الفنانة للشيخة، شنو تقولي على هاد المسألة؟ شوف اخويا، البنات كاملين ماشي غير انا، كاينين بنات تبارك الله خدامات ترونكيل، الانسان حتى يكن الاحترام لراسو تيكن للبنات، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ كل ما عطيتي الاحترام لراسك اكيد غادي يحترمك بنادم. والشيخة كتخدم وكتمشي بحالها، فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ ها انت كتشوف كندخلو كنخدمو كفنانة. شوف انا ديجا شوف ديري ديجا انا دويت في هذا الشيء هذا. الفن راه كيجمع بزاف، فيه بزاف ديال المكونات، اكيد فيه بزاف. كيفاش داير الشيخة ديالك مع بعضهم؟ نعم، كيفاش داير الشيخة ديالك مع بعضهم؟ كيفاش الشيخة زعما كيفاش داير الخدمة زعما؟ مزيانة عادي، بدر الله يعمر ليه الدار كيحترمنا خونا وعزيز علينا، وحتى حنا كنحترموه، كتجمعنا واحد العلاقة ديال الأخوة وديال الخدمة، ومازال إن شاء الله الخير جاي لقدام. وماشي غير أنا وبدر اللي كاينين في المجموعة، كاينة ليكيب كاملة، كاينة كريمة، كاينة منى الزاوية الفنانة الكبيرة، كنوجه لك التحية والتقدير، كاينة لطيفة، وكاينين الدراري كاملهم الله يعمر ليهم الدار، هادشي اللي كاين. كنتي جديد اللي تقدر يفاجئ المغاربة يعني جديد؟ جديد اللي غادي يفاجئ المغاربة، حنا ما كنفاجئوش المغاربة، داكشي غير تيسير الله وصافي. كل ولاش كيرتاح، هذا ما كان كاين الخير القدام. قلتها تعليقك على الاغنيه الاخيره مع وليد الرحماني. وليد الرحماني فنان بطبيعه الحال، وزوينه اغنيه زوينه، وبادر اكيد اغنيه زوينه. كنقولوا انك نهار عتزوج اعتزلي الفن؟ اكيد غادي نعتزل. لقيتي الراجل انك عتعتزلي؟ لقيتي الراجل؟ لقيت الراجل واش انا دايره روشيرش؟ واش انا دايره روشيرش على الراجل باش نلقاه؟ شوف الزواج غير الوصفات ديالك، غادي نجاوبك واخا السؤال ديالك ما كانش محل، غادي نجاوبك بالجواب ديالي انا. الزواج قسمه ونصيب، ونهار قسم الله اكيد غادي نجلس. هادشي اللي كاين. قلتي بان خصك تتقلبي على راجل، المواصفات ديالك شنو هي؟ المواصفات ديال الزوج ديالك؟ المواصفات ديال الزوج ديالك اللي بغيتي انت يكون راجل؟ ما نعرفش. شوف اخويا، الله يلاقينا مع محسن، منا والزواج قسمه ونصيب، هذا ما كان. وحيت تكون شي حاجه اكيد راه غادي يسيق كلشي الخبر. انتم في الفرن تعادلوا واحد الجمهور يعني تفاعل معكم بواحد الشكل غريب. والحمد لله، حيت كيبغي الله تعالى واحد الانسان كيحبب فيه العبد ديالو، هذا ما كان. اليوم وبدر يستاهل، بدر وعبي يستاهل. يستاهل يتحب من طرف الجمهور المغربي كامل، ابار الفن متواضع واحد الانسان ترونكيل. اليوم الفن الامازيغي الحمد لله لقى واحد الصدى كبير، لا عند الجاليه المغربيه ولا عند الجمهور المغربي. وبفضلكم بفضل السوشيال ميديا كما كنقولوا كنتوا قراب من الناس، كيفاش جاكم هذا؟ بفضل كاع الفنانين، كاين فنانين كبار كاملهم من نرويجا وبلجيكا. اكيد اكيد، الفن الامازيغي ماشي دابا عاد تعرف راه شحال هادي. وحنا خويا غير حنا باقيين غير هكا غير صغار، ما كاين لا شهره لا والو، بالعكس غير حيت كيكون الانسان قلبه زوين كيخدم عليه، هذا ما كان. ماشي السر هو ذاك الميلونج بين الامازيغيه والعربيه. خويا اش غادي نقول لك؟ ممكن كان القبول، ممكن القبول ديال الله تعالى، الا كان عطاك الله القبول ديالو وعطاك السر ديالو وبصم لك راه. والطبع ديال الوالدين اكيد تيكون طبع الوالدين. مرحبا خويا، تحياتي لك. شكرا. I'm
Yeah.
الناس الدراري تا كلشي مدمر وبقيت كنتعجب وبقيت كنستغرب وريني الميدان عاود 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 من الحب عاود عاود بقيت كنتعجب كودير وبقيت كنتعجب وريني الميدان يا من الحب يداوي هادي هادي الدري هادي هادي وعافاك هوا عافاك هوا شحال قدني ما نصبر وعافاك هوا عافاك هوا شحال قدني ما نصبر وبقيت كتعجبني لازم لازم واش كل بغا يخلي شي واحد يدي براسي دابا نيت عافاك الله وعافاك الله شحال قدني ما نصبر عافاك الله وعافاك الله شحال قدني ما نصبر عليك يا العافاك